خلينا نروح للأكثر جدول. جدول الأكثر عندنا الأكثر أو من يكون الأكثر في الفرق معنا الأكثر في كل حاجة بقى في الدوري ده، برضو بيأكد إيه؟ بيأكد إن إحنا لازم يعني نثق في الفرقة ولازم نلعب لغاية آخر لحظة، لأن إحنا نعتبر أحسن فرقة في الدوري، أحسن فرقة بتلعب كورة بالأرقام. يعني لو بصينا على الأكثر، أقوى خط هجوم النادي الأهلي 63 هدف، أكتر فريق صنع فرص النادي الأهلي 272 فرصة، أكتر محاولات على المرمى النادي الأهلي 175، الأكثر تمريرات صحيحة النادي الأهلي، الأكثر تمريرات بينية النادي الأهلي. يعني أنت الأكثر في كل حاجة، الزمالك بس الأكثر في العرضيات، والإسماعيلي الأكثر في المراوغات الناجحة. وبالتالي أنت يعني أنت الأكثر في كل حاجة، وبرضو الهداف الدوري من عندك محمد شريف 19 جون، والأكثر أسيست من عندك علي معلول 11 أسيست. يعني أنت بسم الله ما شاء الله الأرقام كلها لصالحك، فلازم نتمسك بفرصتنا، ما عندناش يأس، لازم نكمل لغاية آخر دقيقة، لو لغاية آخر لحظة نكمل ان شاء الله. لو كسبنا الماتش ده والزمالك كسب اللي بعده اللي بعده، لو لغايه اخر ثانيه في الماتش الاخير، لازم تتمسك بفرصتك، لازم تعمل اللي عليك في الاربع مباريات دول، اعمل اللي عليك في الاربع مباريات دول وهتاخد الدوري. كريم، هل الارقام دي بتديك مؤشرات لحاجه معينه؟ طبعا بتديك مؤشرات ان احنا اشتغلنا بشكل جيد جدا على مستوى الفريق ككل، شغالين يعني مدير فني والجهاز الفني والجهاز الفني المساعد كمان، قدرنا في السنتين اللي فاتوا نعمل شكل للجيل ده، واعتقد دي نقطه الجيل ده كان محتاجها. احنا النهارده شايفين فريم، يعني ايه؟ يعني النهارده يا كابتن اي فرقه دايما بتحتاج شخصيه، دايما مثلا الجمهور يقول لك ايه، احنا يا جماعه فين من جيل ابو تريكه وجيل وائل جمعه وعماد متعب؟ ليه؟ الجيل ده عمل مع مانويل جوزيه عمل شخصيه، فانت دايما بتقيس ان اي فرقه بتطلع بعديهم بشخصيه الفريق ده. حاليا احنا النهارده في الشوط الكبير عملنا ايه؟ في النهائيات عملنا ايه؟ احنا جينا مثلا خسرنا تو فاينلز دوري الابطال في واقعه عمرها ما بتحصل للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان مش متعود يوصل للفاينل ويخسر، خسرنا من الترجي وخسرنا من الوداد. مش هنقعد نقعد بقى ايه، انا اسف احنا المشكله كانت في ده، مش لا احنا بنقعد نشوف اخطائنا ايه عشان نصحح، والحمد لله بعد اتغلبنا حتى من سان داونز 5-0. والسوشيال ميديا اعتقد السنه دي كنا بنتكلم دايما ان ماتش ال 5-0 ده لما رجعنا في العوده كسبنا 1-0 واللعيبه اتجمعت، قلنا ان اللعيبه دي رجاله. كان ليه؟ كابتن خطيب كان قاعد، لو أيوة. اللقطه الشهيره بالظبط، كان قاعد وباصص بصه كده، متضايق طبعا. فدي الناس كتيره كانت كاتبه من هنا كانت البدايه بالظبط. وفي ناس كمان ساعتها لما احنا كنا بنقول لا يا جماعه لا ناخد دي بدايه، ويلا نشجع لعيبه في الموسم ده كان موسم قوي جدا، كنا بننافس فيه نادي الزمالك وبيراميدز، واحد من اصعب الدوريات، اصعب طبعا من الدوري اللي بنتكلم فيه ده، لا مفيش مقارنه. الدوري اللي احنا كسبناه من الزمالك وبيراميدز في اول سنه لبيراميدز 3 سنين، لما كان جايب بقى دايما على الهوا، وكواليتي اللعيبه بيراميدز ساعتها كان مختلف عن الكواليتي دلوقتي، مع كامل احترامي طبعا للفرقه الحاليه، لكن الفرقه اللي كانت مع بيراميدز في الموسم ده كواليتي عمر خربين وكينو، لا 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 كانت فرقه مرعبه. ولكن النادي الاهلي بالصمود وتحليل الاخطاء والوقوف والواقعيه قدرنا ناخد دوري، وبعديها نكسب بطولتين دوري ابطال افريقيا. بتسال اي حد النادي الاهلي او الجيل ده يقدر؟ يقول لك في الاول لا ما يقدرش، لكن اللعيبه صمدت، ودايما جبنا لهم الصوره وهم واقفين في ماتش 1-0 العوده في برج العرب في ماتش سان داونز. عشان كده هي دي دايما باخد الفكره دي، النادي الاهلي منظومته لازم الناس تعرف ان هو دايما بيلعب للنفس الاخير، ان منظومه النادي الاهلي بتبني تصحيح الاخطاء كمان طبعا. واحنا بنواجه اخطاء من نفسنا، ما عندناش معاد. منظومه النادي الاهلي يا كابتن اسلام لا يوجد فيها مسمى، ما فيش في قاموسنا حاجه اسمها شماعات، احنا ولا بنتكلم على تحكيم ولا حظ ولا مش عارف ايه ولا نظريه مؤامره، ولكن دورنا ما عندناش الكلام ده، نقول ممنوع يخش ده غلط، الجزء ده صح، الجزء ده في حكم اخطا، الجزء ده طبعًا. ده لازم نعمل كده طبعا، لازم تبين الحاجات اللي انت بتوثق في الدوري، كل في مثلا لو في مجامله هنا، في بعض الاخطاء التحكيميه هنا، في لازم توثق ولازم تتكلم في الحاجات دي. ده اكيد احنا دورنا هنا برضو ان احنا بندافع عن النادي الاهلي ومنتهى الاحترام لكل الانديه برضو. بالظبط كده، وفي النهايه الاحترام واجب للجميع الحقيقه، وسيظل دائما النادي الاهلي المنبر اللي هنتكلم منه دائما، او قناه النادي الاهلي الحقيقه هنتكلم منه بكل احترام وبكل حب وبكل ود. ولكن اذا كان هناك خطأ لن نسكت، لن نسكت، مش هنسكت ان احنا هنطلع نزعق ونش، ما عندناش احنا الكلام ده، مش احنا ما بنعملش الكلام ده خالص، ولكن دائما لما بنيجي نتكلم بنتكلم باسلوب النادي الاهلي وبطريقه النادي الاهلي.